بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتحية والتسليم والتكريم على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وأخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الإسراء أو من سورة بني إسرائيل. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان بالنطق، إذا الإنسان نطق بالكلام الغير اللائق الغير الأدبي، بالكلام الفظ الغليظ، بالكلام المؤذي للشعور وللوجدان، بصير سبب لدخول الشيطان ولإفساد المجتمع وتخريب الصحبة والمودة والشقاء بدل السعادة، والعذاب بدل الهناء والنعيم. فكانت مثل هذه الآيات، مثل هذه الآية لما تنزل من الوحي على قلب النبي والنبي يبلغها للمسلمين والمسلمات، كانت تنطبع مثل الآلة الكاتبة، تنطبع في قلوبهم خلقا راسخا وملكة ثابتة وواقعا عمليا. بعد ما المسلم يسمع أمر الله ووحي الله ورسالة السماء إنه بلغ عبادي، لما بدهم ينطقوا يتكلموا يتحدثوا في مسامراتهم في خصوماتهم مع المسلمين مع الكافرين، ما يقولوا الكلام الحسن، الكلام الحسن ما بصير يقولوا، لكن الكلام الفاحش السيء، لا ولا الكلام السيء، قال بدهم ما يقولوا لا الكلام السيء ولا الكلام الحسن، لكن بدهم يقولوا الكلام الذي هو أحسن، ما الكلام الجميل، الكلام الأجمل. هذا الدين، هذا صاحب الدين. أما إذا كان بيحكي بيقول هل ملعون، هذا الملعون كلام حسن، لما كلام التي هي أحسن، إذا قال هالرزيل هذا هالكلام، هذا كلام حسن أو كلام أحسن أو كلام فاحش وكلام بذيء، إذا قال هالكذاب هذا كلام حسن لما كلام بذيء، قال هالابن الحرام. فالدين ما بس نصلي وبس نصوم خميس واثنين وما نمسك مسبحة ونجي على الجامع نحضر الدرس، لكن بس لنسمع لا لنعمل، لنسمع مثل ما الله قال عن بعض المستمعين: ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك، بعد ما بيخلص درس النبي ويطلعوا لبرا، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا،
يعني ما تم بذهن من هاللي سمعوه ولا شيء، بس فات من الاذن اليمين طلع من الاذن الشمال. الله شو قال عنه؟ هؤلاء قال اولئك الذين طبع الله على قلوبهم، قلوبهم مختوم عليها بالسمع الاحمر ما عم يفوت فيها شيء. ليش؟ قال واتبعوا اهواءهم، متبعين الاهواء والشهوات. اذا غضب غضب وشو بيشتهي؟ يسب يسب، يسب الدين يسب الدين، بلعن بلعن. النبي قال لا يكون المؤمن لعانا ولا صخابا بالأسواق، يعيط بالأسواق ويفجر. النبي وصف المنافق من إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، لما بيخانق بيزعل بيطلع منه كلام الفاجرين، كلام الرذيل، الكلام البذيء. لا يكون المؤمن حقودا، ما في قلبه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا حسودا. شاف إنسان بنعمة ما بتضيق نفسه عن رؤية أخاه في نعمة، إذا حبها النعمة يقول يا ربي أعطني كما أعطيته، أما يصير ينتقصه ويؤذيه ويحاول إزالة النعمة عنه بالقول أو بالعمل، هذا شو اسمه؟ اسمه حسد. والنبي سمى الحسد الحالقة، وقال ليست تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الموس إذا كان بزيل الشعر، لكن الحسد بروح الدين تبع الحاسد. فهذا من الدين. بدك كان الشيخ بدر الدين الله يقدس روحه لما بده يتكلم بعبارة فيها كلمة كلب، ما يتكلم بكلمة كلب، يقول هذا اللي بيعوي بالظاء، هذا اللي بيعوي إيش بالظاء. فإذا كان مسلم وقله دقن وقله لفة وبيذكر الله وعامل حاله من أهل الذكر ومن أهل الطريق، وهو فاحش القول بذيء الألفاظ يلعن ويشتم وغليظ وكلامه إزقائي شوارعي نوري، لو كل يوم بيصلي 50 ركعة بالنهار وخمسين ركعة بالليل وبيصوم 3 أشهر، هذا سفيه، هذا ما هو مؤمن، هذا عم يحارب قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. في آية أخرى الله قال وقولوا للناس حسنا، وهي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا المؤمن بده يكون متردد بين إحدى المنزلتين، إما الكلام الحسن أو الكلام الأحسن. مرة استؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم بدخول أحد الناس عليه، وكان ذلك الإنسان الداخل من الناس السيئين، من الناس المنافقين الأشرار. فالنبي قال بئس ابن العشيرة، يعني بئس الرجل. فلما دخل ألان له الكلام، كلمه بكلام جميل حلو يتألف قلبه. فلما خرج ستنا عائشة قالت يا رسول الله قبل أن يدخل قلت ما قلت، بئس ابن العشيرة، وبعدما دخل ألنت له الكلام، يعني صار شكلين، فأنا الشكل اللي بدنا نمشي عليه؟ فقال لها يا عائشة إن شر الناس من يكرمه الناس اتقاء شره، وهو الشرير. النبي عامله بمعاملة الكلام الحسن الجميل، والكلام الأول حتى الصحابة ما ينغروا
إذا النبي عامل المعاملة الحسنة إنه هذا ناس ملاح؟ لا، هذيك لتعريف الناس به ليحذروه، وهذه معالجة من النبي ومداوات لعل الله يخلصه من مرض فحش الكلام وبذيء الكلام. وبذاءة الكلام اللي بيكون كلامه بذيء بيظن ببذاءة الكلام بينتصر وبينعز وبيكسب المعركة وبتغلب على خصمه، هذا من الحمق وقلة العقل. ما شفنا واحد فاحش القول وبذيء الكلام وكلام زقائي ومحبوب إلى من يسمع منه هذه الألفاظ. ما رأينا واحد فاحش القول ينطق بالكلام السوء وله منزلة في القلوب أو تحبه النفوس أو يكرمه المجتمع. بالعكس، إذا كرمت الناس كرموك، وإذا أهنتهم أهانوك أو أهنت نفسك. فما تظن الدين رخينا دأن وصلينا تراويح، هذا من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن من ناحية النطق والكلام واللسان، شو قال؟ قال لسان المؤمن، لسان المؤمن من وراء قلبه وعقله، يعني أول يفكر بعدين بيحكي. والمنافق قلبه من وراء لسانه، بيحكي بعد ما بيحكي بيرجع لعقله وقلبه بيقول غلطت. إيه مثل هاللي بيبول بطنجرة الرز بحليب، بعد ما بيبول بيفكر، بعد ما بيبول بيفكر. بالطبع إيه بيندم، لكن هالندم يعني بتتاكل عاد الطنجرة الرز بحليبات لما بدك كم وين تنكب؟ على المزبلة. والندم بيفيد ابني. فقال شافوا أرنب هربان وخايف، سألوه ليش؟ قال لهم عم يخصوا الأرانب. عم يخصوا الأرانب يعني عم يقطعوا خصيات الأرانب. كل أرنب هاللي له أربع خصيات عم يقصوا له ياهن ويطوشوا. قال ليش أنت لك كم خصية؟ قال له أنا لي خصيتين. قال طيب أنت ما في عليك خفا، ليش أربان؟ قال لهم عم يغصوا الأرنب، بعد ما بيغصوا بيعدوا الخصيات. فإذا طلعوا اثنين بيقولوا له لا تآخذنا. طيب لا تآخذنا وندمنا، يعني هدول بيرجعوا خصياته له. روحت لبيت أولاده وصار عاقب وعقيم. فنخرب البصرة وبعدين شو إيش؟ لا تأخذونا ليش؟ لأنه ما في إيمان حقيقي، لأن لسان المؤمن من وراء قلبه، يعني من وراء تفكيره، من وراء عقله. الإسلام يا ابني شيئين، الشيء الأول العلم، والشيء الثاني تقبل أحكام العلم حتى تصير ذا خلق حسن. وأشار النبي إلى هذا المعنى بقوله إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتت امرأة إلى النبي قالت يا رسول الله تسأله عن أحكام الحيض العادة الشهرية، فقال لما بينقطع الدم خذي فرصة يعني قطعة من نسك فتطهري بها. يعني مقصود النبي انه تاخذ شعفة قطنة تحط عليها شوية مسك وتحطه في موضع الدم، موضع الخروج، لان الدم ذو رائحة كريهة.
لأن الإسلام ما دين صلاة وعبادة، دين كمان المرأة تكون مثل الوردة في نظر زوجها في الجمال، ومثل العطر في أنفه وفي صدره. وإذا كانت مثل المستعملة تبع الأولاد الصغار، وهذه صاير معهم العفونة في المصارين، وفوق منها يكون كمان في كلام إصغائي وأشكال ألوان، وبعدين تعال إيش حبني أجوزي، يمكن مثل ما حكى الحجاج، قال إجته فرس ما في مثل حكايتها في العالم الإسلامي، فحكى للحاشية تبعه قال لها الفرس لإيش بتصلح؟ وقعد قال لها بتصلح لفتح القسطنطينية للقائد الأعظم، وقعد قال لها للهجوم، قال له واحد للحاق بالعدو قد ما فرسه قوية هي بتحصل العدو، كل واحد صار يحكي قال له ما حذرته، قال له ليش؟ قال له هي تصلح للهرب من المرأة البذيئة اللسان، يركبها ويعطيها على آخر لحتى إيش يخلص من أذى لسانها وفحش نطقها لقلة إيمانها، لأنه ما فهمت ولم تسكت أمر الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين، واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.